مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، عودة لكم مرة أخرى. الآن معنا على الهاتف السيدة أم محمد، والدة الطفل محمد. حياك الله يا أم محمد. حياكم الله أخي الكريم. الله يعطيك العافية ويبارك فيك، يا هلا ومرحبا. الله يبارك فيكم يا هلا، الله يجزيكم الخير ومشكورين على إياكم إن شاء الله. أول شيء يعني الحمد لله على سلامة محمد، والحمد لله رب العالمين. يعني نحن ككادر إذاعة مسك اف ام وكل من يسمعنا بالآلاف الآن سعيد ومسرور بعودته سالم آمن إلى بيته وبين أهله، الحمد لله رب العالمين. سلامكم الله جميعا أخي الكريم. الله يحفظك يا رب وفي جهودكم جميعا إن شاء الله تعالى. الحمد الله يحفظك ستي أم محمد. الله أختي أم محمد، تحكي لنا ماذا حدث بعد من بعد اتصالنا بالأمس؟ والله يا أخي الكريم يعني شلون بدي أشرح القصة، والله ما بعرف. تفضلي خذي راحتك. تمام. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله جميعا ومشكورين لجهودكم هي. يعني انا كثير سعيده، يعني في مين عم بسمع صوت مع بصه للناس كلها، وبشكر جميع اللي ساهموا بالمنشورات الحمد لله وبذات الخبر واللي ساعدونا كلهم بشكرهم انا الحمد لله. اولا ما في شيء والله يا اخي الكريم. ابني يعني الحمد لله متعلم ومثقف لله الحمد، الحمد لله حافظ كتاب الله غيبه لله الحمد، الحمد لله. وما يعني ما في له مشاكل، يعني خلوق ادب، يعني مع انه ابني لا والله بس ربينا ونعم التربيه، يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وسلوكه جيده ممتازه، وين ما بدخل العالم بتحبه وبتحترمه. فجاه يعني طلع من بيته ما عاد رجع، ما عرفنا ايش القصه. طيب. والده عم بيشتغل في ورشه ولزمه شويه اغراض من البيت، قال له روح جيب لي اياهم توصلهم. وصلهم كان الساعه 2:30 المساء يوم الاربعاء 16/9/2020. تمام. وفجاه طلع ما رجع. وناشدنا وحكينا وبوليس وما اخبر، ما في فائده نهائيه. طيب. وفجأة جانا خبر انه متواجد مع هيك مجموعة شباب بانترنت كافيه على لعبة بوبجي. انا عم بحكي صراحة يعني الشيء اللي صار معي يعني. تمام. إيه امتى اجاكي هذا انه مع مجموعة شباب عم يلعبوا بوبجي؟ اجانا الخبر يعني من خلال يومين بس ما حسنا نتحقق من الموضوع يعني. في حدا شافه، في حدا شافه وقال انه انا شفته هيك. لا انه مو شافه شخصيا، يعني انه عن صوت المايك بيتواصلوا عن طريق اللعبه. جروب. اوكي ايوه انه شخصي، لا عن طريق المايك يعني. تمام. جروب، وفجاه حددوا صوته والشخص اللي كان عم يحكي معه سمعني صوته عن طريق المايك، بالفعل تاكدت انه هذا ابني. تمام. كيف ما نحدد الموقع، مع انه انا نشبت البوليس ورحت على البوليس وعلى التقسيم وعلى تشوك شوبة وما خلينا مخفري وتأميات، وعطيتهم رقم لحساب اللعبه، يعني انا عم بحكي بصراحه خلي كل العالم تسمع صوتي يعني. تركي امثيل يعني. المهم انه ابني كذا كذا، تمام نساعدك وروح على البيت ونحن بنعطيكم خبر، واذا انت توصلتوا على هذا ما راينا نتيجه. طيب. احترام للجميع طبعا يعني. لا ولا هم نتيجه ولا هم لا بوليس ولا شيء، ما راينا نتيجه صراحه. اتفاجئ انه ابني متواجد في منطقه ما بدي اذكر اسمها طبعا، يعني منطقه قريبه، يعني قريبه من مكان سكنكم. من لا تبعد عن مكان سكننا شيء تقريبا نص ساعه تقريبا، ما بدي اذكر اسمها، بانترنت كافيه بارك مع شباب و ما في كأني شيء لم يكن يعني. تفاجأت يعني. لحظة أم محمد، يعني هو قاعدين بالإنترنت كافي بايتين فيه؟ اي والله أخي الكريم، أنا هي صراحة وبشدد وبوجه رسالة للأمهات والأبهات، لا تخلوا أولادكم يتعلقوا بالإنترنت كافي. أنا صارت فيني مع أنه أنا ابني محجوب عن إنترنت كافي، بس كيف هي الرفقة صارت فجأة وكيف اندمج لها لعبة هالبوب دي؟ لا أعلم. انا لا اعلم يعني الاشياء يعني انا ما مصدقه لحد الان عم بحكي معك، بس ما مصدقه، بس الحمد لله انه ابني رجع لي سالم غانم. نحن فكرنا لا سمح الله صاير معه شيء حادثه خطف او شيء، بس الحمد لله ما في شيء. طيب. عباره عن نزلة شباب يعني. ام محمد، يعني هاي اصدقاء اللي كان معهم عم يلعبوا الببجي بالانترنت كافيه، هو بيعرفهم من متعرف معهم عن طريق الانترنت كافيه، وفي منهم شخصي يعني مثل مغذي براسه انه نحن بنعمل تكل لحالنا، نحن بنقعد، نحن شباب، نحن يعني من هالمبدا يعني. يعني هو ما بيعرفوا من مدرسه من الحاره، ما بيعرفوا اصلا. لا اخي غاني لا والله، لا اصدقاء لا 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 لا. الببجي هيك بدنا نقول. اصدقاء ايوه 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 عن طريق انترنت كافي. ايوه. طيب. اصدقاء الببجي فقط. طيب. لا غير. تمام. وفي واحد متعرف عليه شخصي بهي المنطقه اللي عم بقول لك عليها، يعني انه تبعد عننا شغله ساعه نص ساعه عفوا، واجتني معلومه موثوق منه انه ان شاء الله ابنك بده يكون هون يعني خلال الساعه كذا. انا واخي اخذنا تاكسي من الساعه 5 الصبح ورحنا عم نستنى هناك، يعني صرنا نشتغل مثل المخابرات تقريبا يعني. وقفنا هناك، والمهم الحمد لله رب العالمين
عن طريق الاتصال ومع الشباب، الشاب اللي دلنا عليهم يعني في أرض بيني وبينه يعني عن طريق المي، سمعني إنه هذا بالفعل صوت ابني. فجأة دق على الكافيه، مسكر، دقيت الباب، دخلت على صاحب الكافيه بس ورجيت الصورة، قال ابنك موجود هون وخلص يعني. بس طيب، ما بقيت أحكي أكثر من هيك يعني. لا ولا همك. أم محمد أصدقائه عرب هدول؟ والله يا أخي عرب، مصاروي، أردنية، كويتية، أمريكان، شكل يعني أتراك، يعني كتار، كتار عددهم؟ 10 جروبات. وعم يباتوا بالكافي؟ لا 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 عفوا، اللي أنا عم بحكي عن طريق الإنترنت كافي. عن طريق المايك أخي الكريم. تمام، لكن اللي بالكافي كانوا والله يا أخي في أنا ما بخبي عليك، أنا بالإنترنت كافي، أنا ما بخبي عليك يعني. شو تفضلي. طيقن أبو الكافي وهزموا لبرا، أنا عم بحكي على الهواء مباشرة يا جماعة. كل واحد يدير باله على ابنه أو بنته أو مين ولد صغير كبير، عم يصير في تعلق بالبرج يعني، عم ينمسح العقل تبع الولد، عم ينتشق على شيء، ولما عم يمارس البرج عم بصير عقليته متخلفة. أنا ما توقعت إنه ابني يصير فيه. طيب أم محمد، بس مشان الناس اللي كانوا بالمقهى اللي بايتين مع ولا ابنك كانوا عرب كمان؟ ما مشكل، مشكل عرب. أتراك عرب كله؟ والله أخي الكريم عرب، وفي أتراك مشكلين. طيب يعني جنسيات بس الأغلبية عرب. طب أنت ما كنت ملاحظة إنه ابنك عم يلعب ببجي كذا بالبيت برا بالمدرسة؟ أخي الكريم بالبيت نحن لا يوجد هواتف محمولة سوى هاتف أنا فقط شايفته، والده هاتف عادي يعني. ببجي ما ببجي ماشي، إنترنت كافي يعني بعض الأحيان، ما بقول لك ماشي إنه ما بيروح، بيروح شغلة نص ساعة ساعة. طيب بس فقط. طيب. طيب يعني شلون بدي أقول لك أم محمد، الله يجزيك الخير. الله يسلمك. الحمد لله على سلامة ابنك. الله يسلمك بارك الله. وهذا يعني نحن شاكرين صراحتك وشاكرين وجودك معنا. الله يديكم خير وبارك الله. وإياكم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يريكي أي بأس بابنك الجميل. جميعا إن شاء الله لكل المسلمين يا رب. لا دم على الأم ولا أب على طفل، لأني أنا خلال جمعة نهرنا يعني. الله يقويك. أنا ناسي الخبر بس الحمد لله رب العالمين. الله يقويك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. وسلمينا على محمد. بس على الأهالي أخي، بس تكفل الصوت لجميع الأهالي، عرب، سوريين، أتراك. ديروا بالكم على أطفالكم، عرفوا مع مين عاد يمشوا يا جماعة. أنا ابني ما كان له أصدقاء، فجأة صار له أصدقاء، فجأة ما في أصدقاء، كيف تعرفنا بعض؟ طيب الحمد لله رب العالمين. سلمينا محمد كتير السلام، قولي له شغلت بالنا كلياتنا، وبدنا هيك نشد اذنك شوي هيك. قولي له الله يسلمك يا رب، ولا يهمك. الله يحفظك. الله يخليك يا رب. شكرا. شكرا يا محمد، حياك الله، الله يعطيك العافيه ويبارك فيك. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام.